فهاد الفترة هذه فنكون حريصين على تناول مشروبات ساخنة واللي تكون غنية كذلك بلا فيتامين سي. هنا كما كتشوفوا درت هنايا المشروب ديال الشاي، استعلي ملعقة ديال العسل وكذلك واحد شرائح ديال الحامض اولا الليمون اولا تقدروا ديروا كذلك البرتقال هكذا باش كنستافدوا من لا فيتامين سي. درت كذلك واحد الشعيره ديال زعفران شعره هكا باش كنحافظوا على الحراره ديال الجسم ديالنا. الا كان عندكم الزنجبيل ضيفوه، يعني الزنجبيل طري انا ما كانش عندي. المهم كان هذا هو المشروب الساخن اللي فطرت به اليوم، وخليكم معايا. صافا لاباس عليكم، صحيتكم لاباس؟ ربي تكونوا كلكم بألف خير. ورجعت لكم ان شاء الله بهذا لا فيديو، تنقول لكم بعدا صباح الخير او مساء النور عليكم فيما كنتو فيما مشيتو هاد فيما مشيتو دابا ما محلو من الاعراب فين نمشيو اختي حنا دابا اللي عنده شي دار خاصو يجلس فيها. المهم ان شاء الله الامور غدوز الناس على خير وبخير، هذه واحد الفتره ودايزه نجلسوا في ديورنا ان شاء الله حتى تفوت الامور على خير وبخير. المهم غادي نعاود لكم البنات كي الخرافه، كنت جالسه مع عليا المبيع حتى جا عندي يحيى قال لي الميكرو خاف عاوتاني ما تسمعوش ليا الصوت ولا شي حاجه، عرفتي حيت كيبقى ينزل وما كردتش البال شي مسالات. قلت لكم البنات غادي نعاود لكم كي الخرافه، جا عندي يحيى قال لي ماما راه لانيفرسير ديال الاسلام داز كان في لو 28 مارس وحنا اليوم لو 31 مارس، والبارح عاد قال لي يحيى قال لي ماما راه اسلام داز لانيفرسير ديالو ما احتفلناش بيه. عرفتي البنات بحيله عرفتي دارت بيا الدنيا، سيرتو هاد الايام البنات كنت مشغوله وراسي عامر راكم عارفين، عند بالي بان لو 28 مارس راه مازال انا اصلا البنات والله القسم هاد لو مو د مارس ما عرفتوش كيفاش داز، عرفتي داز طاير. ايوا الى اليوم ان شاء الله عاد غادي نوجد له ان كيك، المهم باش نفرحوا معاه ونفرح بينا، المهم غير ما بيناتنا وصافي نوجد له ان كيك وهذا فوالا. دونك نتمنى ان شاء الله انا غادي نشوف البنات داكشي اللي عندي في الكوزينه، يعني داكشي اللي عندي غادي نحاول نخرج منه شي حليوه ولا شي كاطو ولا شي حاجه بحال هكا. المهم حيت حنا ماشي في وقت الزواقات وداكشي، دابا حنا في وقت المعقول الله يخليكم نقضيو باللي كاين عندنا في الدار مزيان تبارك الله. المهم البنات ان شاء الله غادي ندوز دابا بعدا اول حاجه نجمع الدار نقاد الحاجات اللي خاصهم يتقادو، ومن بعد نتقادو ان شاء الله الحليوه نطيبو الغديوه الاولى بعدا باش ما نبقاوش بالغدا، حيت لمشيت البنات حتى دخلت في الكاطو دابا ما غنسالي شيء. المهم احقوا البنات واحد الحاجه اخرى بالنسبه للميكرو، الله يخليكم قولوا لي واش كتسمعوا الصوت مزيان غير باش نعرف واش هذا اللي خديت مزيان ولا لا. وفوالا شوف البنات هاد لاباس هادي فوقاش ناض ما لقات فوقاش تنوض، غير دابا تنبغي نصور انا مع اسلام فلانيفرسير ديالو شتو بسالات، ولا نديرو لها حتى هي شي انيفرسير نديرو لها حتى هي شي كاطو شي بسالات شي خفه ترجل البنات فين جات دابا جايه كتجري عندنا غير هاد النهار هادي شتو بسالات. فوالا دونك هي تحتفل معنا وتفرح بينا الى الليله، المهم اللي معنا في الدار اليوم غادي يحتفل. المهم البنات ان شاء الله لا فيديو تاع اليوم عطنا الاعجاب ديالكم، ندوزو ان شاء الله دابا للحداقه والنشاط وداكشي. يلا يلا جمعوا النور. المهم البنات اول حاجه كنبداو بها من طبيعه الحال هي غرفه النوم، يعني نحاولوا اننا نهويوها نقادو الفراش ديالنا. صدقوني البنات ملي كنبداو بالغرفه ديال النوم وكتجينا منظمه ونقيه وريحتها زويونه، يعني الدار كامله كتولي كتجينا سهله باش اننا نجمعوها، وتتعطيني صراحه واحد الجرعه من الايجابيه باش نبداو نهارنا وحنا بكامل الطاقه والحيويه ان شاء الله. بالنسبة
البنات لهاد الزريبيه هذه اللي غادي نفرش، فانا كنت خديت منها جوج، خديتهم من اسواق السلام، وصدقوا لي البنات زوينين، سورتو هاد لي موتيف اللي فيهم وهاد اللون هذا صراحه عجبني بزاف بزاف، وكانوا دايرين فيهم بروموسيون تقريبا خديتهم بواحد 130 ولا 140 درهم. المهم عجبوني بزاف، عرفتكم تسولوني حتى علاش قلت لكم المعلومات. احسن حاجه البنات هو انني منين كنضف واحد البلاصه وتنعرف راسي بانها ما غاداش ترون من بعد، بحال غرفه النوم مثلا، يعني منين كنضفها تنحاول انني نعطرها بواحد العطر اللي هو زوين. انا البنات كيعجبني ديال العود بحال هذا البخاخ هذا، كتخديته من عند قصر النفيسه، نخلي لكم لاباج ديالهم وكذلك رقم الهاتف ديال لمياء، واحد الانسانه غزاله صراحه اللي هي كتبيع البخرات والبخور. اما البلايص الاخرى البنات انا عارفه راسي على طول النهار ما حد الوليدات معنا، فانا فيما كنجمع شي حاجه تيرونوا ليا، وخصوصا مع الحجر السحري راكم عارفين الوليدات بسلامتهم فيما مشاو تيرونوا، ولكن غرفه النوم البنات كنحاول انني نجمعها نعطرها ونسدها باش ما يرونوش ليا عاود الدار كامله. ايوا هادشي اللي كاين، ما حدهم صغارين خليهم يلعبوا البنات، راه مازال يجيو واحد الاوقات اللي كيما تنقول لكم دائما نبداو نقلبوا على هاد الروينه وتبقى الناس الدار كامل بجموعه، والحاجه فيما حطيناها غادي تبقى، ونوليو نتوحشوا هاد الايام ما نلقاوش، نخليهم يتمتعوا نستمتعوا معاهم حتى حنا ونفرحوا معاهم. الدار البنات الا ترونات غتجمع وما عمرها غتجمع 100%. الوليدات ما حدهم صغار البنات، راهم منسينا وراهم تيرونوا، هادي سنه الحياه. المهم هنا غندير واحد الدوره خفيفه الدار باش ان شاء الله نمشي نوجد الغدا. ايوا ويبقى لي ان شاء الله شويه الوقت باش نوجدوا الكاطو واخا جا معطل، واخا اليوم مالو 31، المهم غادي نحاولوا ان شاء الله نفرحوا اسلام. وبالنسبه للغديوه البنات فانا درت الطاجين اولا المريقه ديال الحيمه بالخرشف. صراحه البنات من بين المريقات اللي كنحماق عليهم هي الحيمه بالخرشف والحامض المصير. بالنسبه للبنات لهاد الطنجره هذه فانا كنت خديتها من بيمو، صراحه البنات صدقات زوينه زوينه بزاف. بالنسبه للبنات اللي هما انتريسي راه هي ديال الغرانيت، وراه خديتها بشحال 150 درهم، وصراحه تطيب مزيان. عرفتي البنات تقريبا هاد الحيمه خدت لي واحد ساعه ديال الطياب، الحق بقيت ساده عليها وما كثرتش الماء بزاف، غير شويه وداك البخار تيبقى يرجع عليها وتتجي مدغمره وبنينه ولذيذه بزاف. وهذا هو السر دائما البنات ملي تبغوا طيبوا شي حاجه ما تكثروش فيها الماء باش كتجي ديك المريقه مدغمره وتجي داكشي بنين وداكشي. كيما الناس قلبت بالنسبه للمكونات اللي عندي، لقيت بان عندي تقريبا الاشياء اللي نقدر نحضر بها ان فريزي، لانني بغيت البنات ان كاطو اللي يكون هكا زويون حتى في المنظر وفي المذاق. كيما عرفتوا هذيك في الفيديو السابق كنت شاركت معكم الفريز، كنا يلاه خديناه واغزمو، خليت واحد الكميه عندي في الثلاجه لتحت، دونك لقيتها مازال شاده في راسها، دونك ان شاء الله اللي غادي نصوب بها هذا الكاطو. دونك بالنسبه لهذا الكاطو اول حاجه غادي نحتاجو فيه لاجينواز، دونك بالنسبه لاجينواز ان شاء الله غادي نحتاجو فيها واحد 3 ديال البيضات، عندي هنايا 90 غرام ديال السكر سنيده، وعندي هنايا 90 غرام ديال الدقيق الخاص بالحلويات. دونك غادي ندوزو ان شاء الله نحضروا لاجينواز هي الاولانيه. اذا اول حاجه غادي ناخذ الخلاط الكهربائي، غادي نوضعوا هنايا 3 ديال البيضات. بالنسبه للبنات البيض يكون متوسط الحجم، ماشي كبير بزاف وماشي صغير. غادي نزيدوا عليه سكر سنيده صافي، وغادي نطربوا هاد المكونات كاملين تقريبا على الاقل واحد 7-8 ديال الدقيق حتى كنحصلوا يعني على واحد الكريمه. المهم انتم غادي تشوفوا معايا الخليط كيفاش خاصو يكون. كنحصلوا على واحد الخليط اللي هو كريمي بهذا الشكل هذا فوالا كما كتشوفوا. دونك ان شاء الله دابا غادي نزيدوا الدقيق، نبدا بنات ما ندوزوا في واحد الصفايه ولا غربال صغير فوالا بهذا الشكل هذا، باش هاد الحبيبات البنات ما يطلعوا لناش في
يعني من هاد الحبيب بس باش كنخاف. فوالا دونك غادي نحركوا البنات بلا سباتول، وباش ما نهرسوش البيض ديالنا غادي نحركوا بحال هكا، يعني من التحت هكا كنطلعوا الفوق. فوالا من التحت الفوق حتى كينسجم لينا الدقيق مع هاد الخليط هذا، لانه خاصو يبقى من فوق وما ينزل ليناش لتحت. غادي نستعمل هاد لومول هذا كما كتشوفوا على شكل خميرة، غير وكان البنات انا محتاجه البابي دو كويسون هذاك اللي كنفرشوا من تحت، الورق اللي هو خاص بالطبخ، ولكن البنات ما عنديش. لقيت البنات هاد لي ساشي اللي كنتقداو فيهم، جاني الشكل ديالهم كيشبه يعني الفواله، يعني فلوتوشي ديالهم جاوني كيشبهوا الورق ديال الزبده، دونك غادي نستعملو هو. صدقات تبارك الله لصق ليا لا جينواز، غادي نعاود ندير الحلوه غدا ان شاء الله. المهم انا غادي نجرب معكم هاد الحيله هادي، دونك ان شاء الله انا غادي نقطعو ونتمنى ان شاء الله تصدق يعني ما يلصق لياش. دونك غادي نديرو البنات على هاد الجهه اللي ليس، حيت جات شويه حرشه، دونك غادي نديرو البنات على هاد الجهه هادي. بالنسبه للبنات اللومول فمن الاحسن اننا ندهنوا بشويه ديال الزبده باش يجينا سهل اننا نزولوا لاجينواز من بعد. اذا غادي نفرغوا هنايا العجين تاع لاجينواز، ندخلوا الفران يطيب على درجه حراره تقريبا واحد 170-180 درجه، وبيان سور في المده كتختلف من فران الى اخر، بيان سور غتبقاو رادين معاه البال، شعلوا لتحت والفوق وتقريبا من ديك 170-180 درجه بحال هكا، وكما قلت لكم ردوا معاه البال. انا تقريبا راه خدا ليا واحد نص ساعه. فوالا دونك دابا ان شاء الله غادي ندوزو البنات باش نحضروا لا كريم موسلين. بالنسبه لا كريم موسلين البنات باش ما يجيناش او ما تجيناش لا فيديو طويله، تقريبا هادو هما المكونات. كنت انا ديجا صورت لكم الطريقه ولكن ما بغيتش هي لا فيديو تجي طويله. هادو هما المكونات اللي كنحتاجو: البيض، الزبده، الحليب، سكر سنيده والدقيق، واحد الكيس ديال الفاني يعني داكشي اللي عندي في الدار، وهادشي باش كتصوب نورمالمون لا كريم موسلين. دونك انا غادي نخلي لكم البنات لوليان ديال واحد لا فيديو اللي صراحه كتجي فيها هاد لا كريم ناجحه. هي بالنسبه لكريم البنات موسلين هي عباره عن واحد الخليط ما بين لاكريم باتيسير والزبده. هي على ما اظن الفكره ناجحه. فوالا هانتوما البنات كي كتجينا هذا لا جينواز ديالنا، حتى البنات ناجحه وزوينه هاد الطريقه هادي او لهاد الوصفه. فوالا شوفوا كي كتجي البنات طالعه. ايوا بالنسبه لهذا جو بونس غادي تحيد ان شاء الله فاسيلمون، واخيرا شفتو واخا ما كاينش البابي دو كويسون حنا قدينا بهاد لي طاشي اللي كيتباعوا اللي كنجيبو فيهم الصخره. انا مسحتو وحطيتو فوالا والله الا مخير. معايا هاك الاسلام حيد نتايا هاك، حيد ليهم حيد ليهم غير هادي غير هادي غير هادي. دابا كتعاوني؟ شنو كنصايبو؟ فريز. لا شنو غادي نصاوبو دابا حنا؟ شنو كنصاوبو؟ جاتو. جاتو ديال من؟ جاتو ديالي ديال الاسلام. جاتو داني فاكسار. دابا شحال عندك يا اسلام؟ قالك غنديرو لانيفرسار غير بوحديتنا حيت كاينه كورونا. صافي كورونا ولات معروفه عند كلشي. شنو هي كورونا اسلام؟ شنو هي كي دايره؟ في من كاينه؟ في من؟ شكون اللي فيه كورونا؟ كاينه في الدنكه. وشنو خاصنا ما نديرو؟ شنو اللي خاصنا نديرو؟ ما خاصناش نخرجو. برافو. وشنو كتقول لهم اسلام؟ شنو كتقول للناس؟ لا شنو كتقول الناس اللي كيخرجوا للزنقه؟ كورونا كورونا دخلوا للدار.
بالنسبه لبنات لا جينواز فحنا سقيناها بالسيروم. بالنسبه للسيروم فحنا درنا واحد الكميه ديال الماء مع شويه ديال السكر سنيده والحامض كما شفتوا معايا قبيله راني سقيت لا جينواز. دونك دابا غادي ناخذ ان شاء الله الفخيز، غادي نحاول انني نحطو بهذا الشكل هذا، غادي نحطو وحده حدا وحده ولا ماشي هكذا 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 هكذا، لكن هادو جاوني كبارين صافي معليش سباكا. برافو تراك الزين نتايا. شكون نتا؟ فن. الفن نتا الزين ولا الفن؟ الفن حتى واش حطيت فين؟ برافو نقربوها هكا حتى هادي. برافو بديت نقدم هكا. هنا هنايا الفخاز كيف ما تتشوفوا عزيزي البنات ما كينساش خو دابا هو حيت كياكل الفخيز هو هز عاود الفخيز ومشدها لخو، ماشي بحال هكا العفريت انت كتاكل غير بوحدك وتتخبي عليه مسكين هو تياكل و تيتفكر و مشدها له حقه. دابا شفتو صافي البنات هنا كما تتشوفو درت هنايا هنايا لاكخيم موسلين كنحاول غير نطبقها هنا في الجناب باش كدخل فوالا في هاد لي بوغ هادو. الليل عاد جالسين كنصايبو في الحليوه هادي ديجا راها 8:30 نقولو ديك 11 هكا تكون ان شاء الله قضات راسها. يو نديرو السهره عليكم تشد راسها مزيان منين تخرج عاد غادي نوريكم ان شاء الله كيفاش غادي نزينها من الفوق. بالنسبة لبنات الكلاصاج محتاجة فيه هذا، محتاجة فيه البنات سميتو شنو سميتو لا جيلاتين، محتاجة فيه كذلك الملون الغذائي وانا شي صراحة ما عندي شيء. دونك شنو خديت؟ خديت الفخيز او الكونفيتور ديال الفخيز غنديرو في واحد مقيلة كما تشوفوا ديجا القوام ديالو يعني واقف ماشي مقيلة هادي راه كسرونا فاطمة مزارة. دونك غادي نسخنو شي شوية حتى غادي يذوب وغير دوزو في الميكسور البنات باش ما يبقاوش فيه هذوك الحبيبات صافي، وغادي نصبو على الفخيزي ديالي. بالنسبه للفخيزي البنات راني زدت فيها واحد لاكوش من الفوق ديال لاكريم موسلين غير ما صورتها لكمش حتى هي دابا راه قبطات راسها وصافي، وغادي ندير فوق منها انا المولاه البنات حيت ما خليتش لي سباس غير كنهز واحد شويه غير هكا باش يبقى لي لي سباس فين غادي نفرغ هاد الخليط هذا ديال الكونفيتور ديال الفخيز صافي. يعني غادي نوزعو ان شاء الله في الوجه ديال الفخيزي وندخلو للثلاجة حتى كيقبط هذاك القوام الاصلي ديالو يعني غادي يقبط راسو صافي، وغادي يكون الفخيزي ديالي جاهز. يعني حاولت انني نقادو بداكشي اللي عندي في الدار وصراحة البنات راه جا بنين. هنا بدينا كنفخو النفاخات حتى البنات النفاخات من حد اسلام عندنا غير لون الغوز وما جواره، لقينا وحده اللي في البلو عندنا وحده في البيض وحده في الصفر ولقينا بعدا خلاص وحدي لقيناهم في الشوشين. المهم قدينا باللي كاين فوالا وهذيك رقم 5 كانت عندي اي فوالا. دونك فرحنا ودوزنا واحد الوقت زوين. دونك نتمنى لا فيديو البنات تاع اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم وما تنسونيش بلي لايك ديالكم خليهم ليا في لي كومونتير. سنحلق عليكم بزاف ونتلاقاو فيديو قادم باذن الله. هابي بيرثدي Happy birthday to you, حلوه يا جميل سنة حلوه. يلا يلا يلا.